السلام عليكم البنات، اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا واحد لا طارت في اطار الصيف ولي طارت ديال الصيف. نديروا ان شاء الله لا طارت ديال المشمش، اموندين بالمشمش، طارت اموندين بالمشمش. كتجي زوينه بزاف وسهله، وهذا هو الوقيته ديالها. بالنسبه للطريقه غادي تتبعوا معايا لا فيديو، وغادي تشوفوا في الاخر الداخل ديالها كيفاش كيجي. بسم الله البنات، ان شاء الله نبداو الوصفه ديالنا. اللي كنحتاجو فيها اولا لا كريم داموند، عندنا في هاد المقادير هادو، عندنا 100 غرام ديال اللوز نطحن بقشورو مع شويه الملحه، عندنا 100 غرام ديال الزبده، جوج ديال البيضات اللي الوزن ديالهم حتى هو 100 غرام، عندنا 100 غرام ديال السكر سنيده، انا درت هنا غير 80 غرام، عندنا قشره ديال الحامض محكوكه، وعندنا واحد 25 غرام يا اما ديال الكريمه الطريه اولا ديال ياغورت ناتور اللي عندكم بحال بيرلي وداكشي. الدور ديال هاد الكريم هذا وهو انه كيعطي واحد كيجي مويلو، لا كريم اوزاموند كتولي مويلوز، ما كتبقاش ناشفه، واخا تبقى حتى اون سيمين في الثلاجه كتبقى مويلوز. فلاستوس هي هادي، دائما لا كريم داموند في اي غوسيط عندكم ديروا معاها 25 غرام ديال كريم فريش اولا ديال ياغورت ناتور. بيان سور غنحتاجو واحد الطريقه ديال الفاني، سوا بودره او ليكيد اللي متوفر عندنا. بطبيعه الحال كنحتاجو المشماش، راه وقيته ديالو تبارك الله راه موجود وثمن رخيص بزاف. بالنسبه للباط كنحتاجو فيها الزبده 125 غرام، 250 غرام ديال الدقيق حتى هي مع شويه الملحه، عندنا السكر كلاصي، وعندنا واحد البيضه باش نجمعوا. بالنسبه لهاد المقادير كاملين البنات راه تنخليهم لكم في صندوق الوصف. فندوزو دابا ان شاء الله للتطبيق. اول حاجه البنات غنبداو بها بسم الله هو لاباط افونسي او لاباط بريزي ديال لاطارت. كنديروا الدقيق هو الاول، انا غادي نخدمها بطبيعه الحال في ثيرموميكس، تقدروا تخدموها هي باليد بحال اللي كنخدموا صابلي. دونك هنا تنديروا كل شيء في دقه واحده، الزبده مع البيض. كاين اللي كيصابلي مي في الثيرموميكس ما كتحتاجوش تصابليو، فكديروا كل شيء في دقه واحده، هو تيدير له صابلاج اي لو غاماساج ديال لاباط. كنديروا شويه ديال الفاني، اللي بغات تنسم شي حاجه اخرى تنسم من غير الفاني. هنا كنجي لي مينوت كندير 20 سكوند لا فيتاس 5. فكيف كتشوفوا البنات مور ما كدوز 20 سكوند لا فيتاس 5 فكتخرج لينا لاباط بحال هكا. علاش كتخرج الرطبه لاباط بحال هكا؟ لحقاش فيها لو سوكر غلاس، كون ما عندناش فيها لو سوكر غلاس غادي تخرج قابطه راسها. دونك انا جو في فونسي ديريكتومون لاباط ديالي في لومول، وغادي نديرها في الثلاجه تبرد مزيان باش ندوزو نوجدو لا كريم داموند. بالنسبه لكريم داموند فانا ديجا عابره كلشي، ولكن كنقدو نمشيو للميزان ونعاودو نعبرو فيه لي زانغغيديون ديالنا كاملين. هنا عندي اللوز مع مليحه، هنا سنيده، البيض، الزبده. بالنسبه للوز اللي استعملت انا ف هو اللوز عادي بالقشور ديالو، يعني ماشي اللوز لا بودغ. بالنسبه للبنات اللي بغاو يديروا لا بودغ داموند ديريكتومون يديروها ماشي مشكل. هنا عندي لا كريم فريش اللي قلت لكم 25 غرام اولا ياغورت، قشره ديال الحامض، وشويه ديال الفاني. من طبيعه الحال كنخلطوا هادشي كامل، ما كنحتاجوش لا كريم داموند، ما كنخدموهاش بدي فيتاس طالعين، كنخدموها غير بان فيتاس لين هي خفيفه بحال 4 باغ اكزومبل. ديروا لها واحد 10 سكوند فيتاس 4. دونك فوالا البنات لا كريم داموند ديالنا ها هي كيف كتشوفوا كتجي بحال هكا. دابا اون فالي طالي فوق لاباط ديالنا. بالنسبه لهاد لا غوسيطه البنات تبعوا لي زيتاب، يعني خدموا لاباط
هي الاولى لاباط صابلي ولا لاباط بريزي سكري، خدموها هي الاولى وديروها في الفريغو، عاد خدموا لا كريم داموند باش كيبقى لكم الوقت فين تقبض شويه راسها. ديك الساعات غتشوفوا معايا لي زيتاب تاني. دونك فوالا البنات، انا جبت لاباط ديالي من الثلاجه، هي بردات شي شويه وغندير عليها لا كريم داموند. بالنسبه لهاد المقادير اللي عطيتكم فهي بوغ ان مول ديال 26 سنتيمتر اونتر، المهم ما بين 24 و 28 باش يجي يبقى عندكم ليسباس فين طلع لا كريم داموند وفين يقبطوا لي زابريكو. بالنسبه للبنات اللي غادي يخدموها من غير ترموميكس فغادي يحاولوا انهم يخدموا مزيان الزبده مع السكر، عاد يزيدوا اللوز والكريم فريش وزيت السيترون، يعني خص ضروري يذوبوا ديك السنيده هي الاولى مع الزبده، ماشي يذوبوها يعني فوق العافيه، لا يذوبوها غير بالفوي. هنا غادي نقاد فوق منها لي زابريكو او المشمش. بالنسبه للطريقه تزيين البنات فهي سهله، كنحاولوا اننا نديرو هكا باش تجي يجي المشمش غالب. دائما كتعرفوني انا كنبغي يكونوا لي فخوي غالبين على لاباط، سواء في لي كيك سواء في لي طارت، سورتو لي طارت ديال الصيف كيبغيو يكونوا هكا منعشين. صافي كنمشيو معاها هكا، سواء بهاد لو كوتي هذا سواء على لو كوتي الفوقاني اللي بغينا. الطارت ديالنا البنات هي وجدات، نقطعو منها. بالنسبه لهاد لاطارت البنات كيف قلت لكم في الاول ديال لا فيديو، راه تقدروا تصاوبوها توجدوها كلها بلا 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 كريم داموند ديالها بالمشمش بكلشي، تلويوها في الماء اليمونتير وتحطوها في الفريكو حتى النهار اللي تبغيوها وتخرجوها طيبوها. فانا فقط زوقتها بشويه ديال لي زيس ديال السيترون، حيت ديجا هي راه عندها سيترون، درنا فيها سيترون داخل، درنا فيها القشور ديال الحامض الداخل، صافي وشويه سكر كلاص وشويه ديال لي زاموند كونكاسي. فانا غادي نقطع معكم طريف. من الاحسن دائما تنقول لكم البنات في لي طارت خليهم يبردوا مزيان، انا راه ما خليتهاش تبرد باقي سخونه، ولكن بغيت نكمل معكم التصوير ديال الفيديو. كيف كتشوفوا البنات لا تيكستور ديالها الي مويلوز، ما كتجيش ديك لا كريم داموند اللي واقفه. هذا حلاش حيت درنا معاها ديك كتجي بحال هكا، جربوها البنات راه كتجي فنه، كتجي بحال اون كريم اونكسيوز عندها الداخل. انا قلتها لكم في الاول ديال لا فيديو، قلت لكم ملي كنزيدوا واحد 25 غرام ديال لا كريم فريش مع لا كريم داموند فهي كتبقى مويلوز. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وديروا لي لايك وتعليق بحال دائما، وبصحه والراحه.